صف يا وليد. يا وليد ورا الصف. هذا تبع من هذا تبع بالظلمة هنا ربو الحلوك شو ما ينشاف. حريق ميلاف احرق هسه الفراشات والبطانية. شوف هاي النار كلها مال الفراشات خطيه مال المتظاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم بها عن الثورة وعن محاولة الكتل السياسية لركوب الموجة ولتقديم جملة من الإصلاحات اللي باءت بالفشل واللي رفضها الشعب العراقي. الفيديو اللي شفته اليوم ما حصل أمس على جسر الأحرار بعد أن جبرت القوات الأمنية بإطلاق كثيف للرصاص الحي ولقنابل الغاز المسيل للدموع، جبرت المتظاهرين بالانسحاب إلى ساحة خلاني وإلى حافظ القاضي وإلى بعيدا عن شو اسمه جسر الأحرار. لكن المتظاهرين صباحا رجعوا إلى جسر الأحرار، بس اللي صار أنه مثل ما سمعتوا بالفيديو أن القوات الأمنية حرقت البطانيات والفرش وكل ما يعني يعتمد عليه المتظاهر اللي قاعد بالشارع بالشتاء. حلقة اليوم هي عن الثورة وأيضا عن المحاولة الخائبة للكتل السياسية لتدارك ما لا يمكن تداركه. يعني قدموا وثيقة باجتماع ببيت عمار الحكيم، وثيقة قدامي أنه بها توصيات عديدة. الأولى: الأولوية القصوى هي حقن الدماء والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنيبهم الحرب الأهلية والخراب والدمار الذي لا يستثني أحد. ما أعرف اللي كتب هاي المادة رقم واحد. مشايف المحافظات العراقية إيش صاير بيها؟ مشايف البوق، مشايف النهب، مشايف الدمار، مشايف يعني البطالة، مشايف العاطلين عن العمل، مشايف هاي الأمور كلها. وثاني يقول أن الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي. أي ديمقراطية هاي؟ ديمقراطية أنه الناس ما تروح تنتخب تصعدون أنتم بالتزوير؟ أم علي من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل اليوم أخوي. إذا هم يسولفون صدق مكافحين الفساد. نعم. أول ما لازم يحاكمون نور المالكي. نعم. ويحاكمون الشهرستاني. نعم. وسعدون الدليل من أبو صفقة السلحة الروسية وما أدري شنو. نعم. فهاي كلها يروحون للموظفين ذول الصغار وما أدري شنو، وهم ما يقدرون على ذول الكبار. نعم. الأهم والمهم يحاسبون ذول، يلا يظل لهم صحيح صحيح جاي يكافحون الفساد. نعم. وإذا هم يقولون مجتمعين ما أدري وين وين، هم هذولا هم اللي نهبوا فلوس العراق المجتمعين أول البارحة. نعم. هم أول البارحة هذولا اللي اجتمعوا بهذا البيت، هم هذولا خمسة هم فلوس العراق كلاتهم. نعم. فماكو فائدة من إذا ما يحاسبون الروس الكبار وهو أبو القضاء نفسهم. الكلهم مستر عليهم. نعم. نفسهم يقولون احنا معارضة وهم كلهم بالحكومة بالليل وهي الحكومة والصبح هم معارضة. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا لك ام علي. شكرا لك ابو اسد من محافظة البصرة، حياك الله. السلام
السلام عليكم عيني استاذ أفل، شلونك؟ شلون السلام والرحمة والإكرام. تفضل استاذ. حييك وحيي برنامجكم هذا الشريف. حياك الله، تفضل. مفيد. اجتماع الذي نقد بيت عمار الحكيم، عمار الحقير مو الحكيم. نعم. نقد هذا الاجتماع، النتائج وهي حسب من مصدر موثوق. مقتدى الصدر أراد شركة سومو. نعم. شركة سومو النفطية. ليش قاسمون على الكعكة؟ نعم. الجماعة القاعدين قال يا سومو ترى مع قاسم سليماني ما يقدر نعطيك سومو، هاي خط أحمر مع قاسم سليماني. راح أعطوا شركة الاتصالات، يعني أساسيين أراقنا كورك، أعطوا شركة الاتصالات. نعم. الإنترنت يعني أعطوا الإنترنت. هاي مختصر مفيد. ليه راح يكون على الشعاب؟ على قعدنا واجتماعنا من هالقبيل ترى هذا كله كذب بكذب بكذب، والله يضحكون على الشعب والشعب واعي. ان شاء الله الثوره ما تقوم منهم قيامه، ان شاء الله الانتفاضه ما تقوم منهم قيامه، وهذا كبر محمد لقبالك انت وهذا الحلبوجي الله لا يوفقهم، ان شاء الله يطلع باطفالهم بعرضهم بكل من عز العراق والعراقيين. وانا اشكرك. نعم، شكرا شكرا لك ابو اسد. النقطة اللي كانت بالوثيقة الخامسة يقول يتوجب على قائد عام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام، إبان اندلاع التظاهرات مطلع شهر تشرين أول والإفصاح عنهم للرأي العام وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم جراء الجرائم التي ارتكبوها. طبعا ما أعرف ليش أنا هاي النقطة أحسها هي نفس النقطة في كل التقارير لكل اللجان اللي تشكلت في كل مصيبة تصير بالعراق، حتى بسقوط الموصل موجودة هاي، كشف الجنات، تقديمهم للعدالة، تقديم أسمائهم للرأي العام، وما شفنا ولا واحد لليوم. النقطة الأخرى يعني يقول تشريع قانون إلغاء كافة الامتيازات لكبار المسؤولين، أصور أنه هذا ردتوا تشرعوه لغيتوه مقبلتوا به رجعتوا تعيدون عليه، تشريع قانون المحكمة الاتحادية، قانون مجلس الاتحاد، مجلس الإعمار، تعديل قانون هيئة النزاهة بحيث تكون مختصة بالفساد. ليش هيئة النزاهة بشنو مختصة؟ تشريع قانون من أين لك هذا؟ زي من أين لك هذا المن؟ من أين لك هذا النور المالكي تقول له قبل 2003 شنت؟ لو من أين لك هذا من يوم 18/11/2019؟ تجي على عمار الحكيم تقول له هذا القصر اللي انت قاعد بيه منين لك؟ شلون قعدت بيه؟ منو جابه لك؟ هو مسجل باسم الشعب. تجي على هادي العامري وتقول له فلوسك منين؟ لو احمد بن نور المالكي، لو عدنان السراج، لو 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 من 2003 لهسه كثير من المسؤولين اللي صعدوا على ظهور الشعب العراقي واغتنوا. قانون من أين لك هذا بأي أثر؟ أثر رجعي لو من اليوم؟ وضحونا. أم أزهار من بغداد، حياك الله أم أزهار. أم أزهار، أم أزهار، يعني إذا أمكن تغيري لي المكان لأن الصوت مو واضح. انقطع الاتصال ويا أم أزهار، نتمنى ترجعين تتصلين بينا مرة ثانية. تشريع قانون يعتبر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ليس بقوة القانون، تشريع قانون مجلس الوزراء والوزارات، قانون النفط والغاز، تنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحية. أنا أردفتهم سؤال واحد، فكرة المعارضة، يعني هم ذولا يقولون أنه إحنا كنا معارضة قبل 2003 قبل الاحتلال وصاروا هسه حكم، ليش ما ينسون هاي الفكرة إنه فكرة المعارضة؟ ترى فكرة المعارضة مو لكم، المعارضة مو أنتوا، يعني المعارضة أنتوا حكومة، أنتوا مشكلين حكومة ومشكلين كتلة سياسية ومشكلين عملية سياسية ومتفقين وماخذين مناصب وماخذين عقود وماخذين فلوس وماخذين كوم أشياء. المعارضة مو من يمكم، المعارضة لازم واحد من خارج هاي التشكيلة، واحد من خارج هاي الكتلة يعارضكم يحاسبكم. المعارضة هي محاسبة، تصدرون قرار يعترض عليه. أما المعارضة أنه من نفس الكتل يطلع لي عمار الحكيم اللي هو ماخذ له كم وزارة وكم مسؤول وكم قضية وكم ميليشيا وما أعرف شنو ويقول أنا معارضة، ما تركب معارضة لمن؟ لنفسك لو لغيرك؟
ام ازهار من بغداد رجعت لنا، حياك الله ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل يوم. حييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك الله. بالنسبه الى اجتماعهم في بيت الحقير الحكيم. نعم. هم يقولون هم، انا جاوبك على انهم معارضه، اي معارضه؟ هم كانوا متسولين في الدول الخارج، اللي منهم في ايران وفي انجلترا وكلهم، واللي كانوا جواسيس، واللي كان ما عنده لبس يلبس، واللي ما عنده اكل ياكل، كانوا كلهم جواسيس لامريكا واسرائيل وايران. اما الان هسه من اجوا وتنصبوا وباقوا ونهبوا وقاعدين البحر شله، اول بحر العصابه كلها شله قاعده ببيت الحكيم اللي هو ماخذ الكراده كلها، ما يستخون بالله. وقاعد المالكي، انا بنفسي بس الزم المالكي والله لا اسويه هيك نتفه. هذا اللي حطم العراق 8 سنوات ابو، وهو هذا هو لايران، يشتغل لايران ويشتغل لامريكا نفس الشيء. وهذول كلهم اللي قاعدين ما بيهم واحد عراقي اصيل، كلهم عندهم جناسي متعدده، لانهم هم مو عراقيين، هم مرتزقه، هم اجوا من برا لتخريب هذا البلد بقياده من ايران لتخريب هذا البلد. وكلهم هذول يحكمهم سليماني، هو يؤدي واجبات، هو يامرهم، وهو دا يقتل، وهو دا ينهب، وهو قاعد يسوي اختطاف، هو دا يسوي كل شيء للمتظاهرين. لكن هم كل هذا اللي دا يسوونه ما راح يقدرون على الشعب. الشعب اخذ قراره، الشعب وعى وعرف انه هم قاعدين في شله مال حراميه، يردون ينهضون من هاي الشله، ينهضون هذا البلد. وكل القاعدين المتظاهرين كلهم ناس مثقفين، وكلهم عندهم شهادات، وكلهم ذو قيم واخلاق احسن من هذول اللي دي هسه يحاربون المتظاهرين. ان شاء الله قوه المتظاهرين اقوى من هاي الشله الموجوده، وهم تقريبا انتهوا، ما بقى بدوا يلططون منا كل يوم طالعين ببيان شكل، كل يوم وكانه ما هم بعدهم يحكمون، ما يدرون الشعب هم ما يريدهم، يريدهم اسقاط النظام، اسقاط النظام. يابا انتم ما عندكم كرامه. انا بس اوجه لهم رساله لهذول الشله اللي المعدومه اللي اجت من برا، انتم ما عندكم كرامه، ما عندكم احساس، بكتوا ونهبتوا وسلبتوا، ونطلعها كلها من 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 راسكم كلها والله العظيم. وكل الفلوس اخذتوا مطلعه، ونصح لكم شوارع بغداد وساحه التحرير. وانا اشكرك. شكرا، شكرا جزيلا لك ام ازهار. يعني الماده الرابعه عن الف يقول اجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابيه النزيهه واستقلاليه الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصه. صار لنا 16 سنه نقول ما نريد محاصصه. هسه لو فكرتوا بها زين، استاذ عمار الحكيم انت، ولا فالح الفياض، ولا نور المالكي، ولا هادي العامري، راح تقبلون تتنازلون عن الداخليه لو عن الامن الوطني، لو عن اي وزاره من الوزارات؟ لو راح تسوون وزاره جديده وتقولون احنا ما لنا علاقه بهم وخلف الستار هم جوا ايديكم؟ إلاف من واسط او ابو إلاف؟ ضياء من واسط، حياك الله. الله بك، حيا الله طلق. حياك الله، تحيا ودوم، تفضل اخويا. الله يرحم الله والديك، والله انا مو جو المظاهرات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل. الله يرحم الله والديك. والله على مو دائما نعم اجواء مال المتظاهرين نعم. استاذ ضياء، يعني شنو رايك بالاصلاحات اللي دا يقدموها السياسيين هسه؟ احمد ابو كيان الاصلاحات، انا ما يعني نحكي عن ايه
انقطع الاتصال ويا الاخ ضياء من واسط من النمسا. عندنا ايمان، حياك الله اخت ايمان. الله مهيك حبيبي، الله يخليكم. تحيين والدومين. هلا يما تفضلي. هذول والله عباقرة بسرد الكلمات، وهم ما عليهم أي ضريبة، يحجون بكيفهم والشعب يثق بيهم عبالهم. يعني قبل كانوا الناس واثقة منهم، بس هسه كلها كشفتهم، كل الشعب كشفهم. وهشوف الشباب المتظاهرين كلهم همة وكلهم فهم وعقل، والله يزيدهم بعد. وإحنا كنا إحنا هنا اللي بالخارج، والله كل أسبوع نطلع مظاهرة، كل أسبوع بمكان إحنا نطلع مظاهرة، وإحنا نندد هذا العمل اللي دا تقوم به هاي الحكومة الوسخة القذرة، وكلهم أتباع. نعم. إي وهذول احنا هسه يعني اللي احنا كنا ايد واحده، العراقيين ايد واحده اللي بالخارج واللي بالداخل. اكيد. وان شاء الله ان شاء الله النصر قريب، واني اشوف النصر بعيوني والله. نعم. النصر نعم. بعيوني وجديد. نعم. وشكرا لكم. شكرا شكرا لك امي. شكرا. ابو راقد من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. أنا أشكر هذه القناة الشريفة، حياكم الله. حياك الله، تفضل أخويا تفضل. أنا بس أريد أسأل على المجلس النواب اللي اجتمعوا هسه. نعم. على المادة 18 اللي قرروا كل شيء لهم، قرروا كل شيء لهم رواتبهم. يعني هسه قرروا بأنه من يطلعون تقاعد كل واحد منهم ياخذ من 5 ملايين الى 6 ملايين. نعم. نعم. وكل الاحزاب كلها تاخذ من اثر رجعي. زين، وهاي ما انها بالنسبه للجماهير ولا عرفوها. يقررون اشياء، عافوا كل الاشياء ضربوها بعرض الحائط. مو بس هيك ابو راقد، سؤال يعني البرلماني اللي نعم. يقعد 4 سنوات بالبرلمان، هل تعتقد انه من حقه تقاعد؟ لا والله ما من حقه تقاعد. واللي الموظف اللي يخدم له من 15 الى 30 سنه ياخذ له 500,000. قانون التقاعد عالميا وحتى بالعراق، يعني قانون التقاعد يقول لك سن التقاعد المبكر من 15 سنه الى 20 سنه، اما سن التقاعد الفعلي لما يعبر الموظف عمر 50 سنه كعمر، مو مهنه او مو يعني عمر في المهنه. لكن السؤال هنا نرجع الى زمن الملكيه. تعرف ابو راقد محمد الصدر جده المقتدى لما كان رئيس برلمان بزمن الملكية صدر قرار يمنع على البرلماني بذاك الوقت ياخذ تقاعد ويطلع إفاد على حساب الدولة ويفتح مشروعه هو بالبرلمان ويعين أحد من أقربائه بمكان حساس، استغلال اسم الوظيفة، كلها كانت ممنوعة عليهم. بالفعل أخي والله العظيم احنا يعني بحالة البلد يرتا لها، يعني المتظاهرين طالعين كلها ضاربين اصواتهم بعرض الحائط ويجتمعون وكانما الناس ما طالعه، الناس ولا طالعه ولا يعتبروا لها اي اهميه. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو راقد. يعني اخر يعني مو اخر شيء، عندهم فقره رابعه انت يقول تقديم قانون الضمان الاجتماعي يضمن تاسيس صندوق يضمن عدم بقاء عراقي تحت خط الفقر. راح ترجعونهم فلوسهم يعني مثلا اللي مباكت راح تعطيهم اياه، تقديم قانون ضمان، الغاء الافادات والامتيازات الاخرى المشابهه. هاي الوثيقه اللي حطوا بها شو ما بها شيء على الزراعه العراقيه، ما بها شيء على الثروه الحيوانيه، ما بها شيء عن الصناعه العراقيه، ما بها شيء عن المعامل. اكو كومه اشياء بالعراق بها مردود مادي ووطني للشعب وللوطن. هذا دليل على انهم ما مفكرين بالوطن، لا فكروا بالصناعه الوطنيه ولا فكروا بالزراعه الوطنيه ولا بالثروه الحيوانيه.
فكروا بس بالإفادات وبالرواتب وبالتقاعد وفكروا شلون يقعدون بمكانهم وتشريع قوانين يعني إذا تباوع قانون النفط والغاز على مود العقود مالتهم. أنور من بغداد حياك الله أخ أنور. أنور. نعم. حياك الله أخ أنور. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. نعم. أخ أنور يعني الشعب العراقي اليوم يغلي والشعب العراقي اليوم طالع بثورة والشعب العراقي بالشوارع يعني عنده مطلب واحد وهو إسقاط النظام، إسقاط المحاصصة، إسقاط كل شيء أتى على ظهر الدبابة الأمريكية ومن بعد الاحتلال الإيراني. لكن اليوم الكتل السياسية نجدها أنه تقدم وثيقة هزيلة بعض الشيء أو عفوا هزيلة مثل ما يقال لإصلاحات مثل ما هم يسموها. أنتم يعني شنو رأيكم عن هذا الوضع؟ أستاذ أفل السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والقناة الرافدين على موقفها العظيم والرائع. واجبنا واجبنا أخ أنور. الله يخليك. أنا يعني بس أحب يعني أوصل لك شغلتين يعني إذا بدي أحكي على هاي اللجنة فضل. اللي مشكليها أو الاجتماع اللي صار. إذا وأيضا عندي فد رسالة قصيرة لهيئة النزاهة وهاي الشغلات اللي دي يضحكون بها على الناس وعلى الشعب. نعم. اللي دي يستدعون الذيول وصغار الموظفين. نعم. أقول لهم أنا إذا أنتم جادين فابدوا بالقائمة اللي أعلن عنها دونالد ترامب اللي صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية واللي تعرف كل دولار وين راح ومنين إجا والمن وين استقر. نعم. واللي أعلن عنها واللي صدر رأس القائمة نور المالكي 66 مليار طبعا قبل 3 سنوات يمكن صارت أكثر أكيد. نعم. 66 مليار ومرورا بعادل عادل عبد المهدي 31 مليار ونزلوا إلى آخر القائمة اللي أنا سميتها قائمة علي بابا والأربعين حرامي ولو هم مو 40 بالحقيقة يمكن وصلوا 4000 أكثر هاي واحدة. فإذا جادين فعلا هيئة النزاهة والحكومة خلي يبدون بهاي القائمة اللي أعلنها ترامب خلي يبدون بها. نعم. اثنين اكو موضوع ثاني حضرتك يعني سبقتني وطرحته اللي هو موضوع التقاعد. نعم. يعني بكل برلمانات العالم هيك نظام ماكو. نعم. برلماني هو دا يؤدي خدمة جاي ممثل عن الشعب يؤدي خدمة ثلاث أربع سنين ويطلع الله ومحمد وعليه يرجع الشغل الرئيس اللي كان يشتغل قبل أن يصير. أما يسنون قانون تقاعد للبرلماني ما صار هاي تاريخ العالم يعني عليه هو هذا القانون أساسا قد التقاعد للموظف فقط موظف الخدمة العامة. نعم. اللي تبدي من أصغر موظف لحد وكيل وزير أو وزير. نعم. ثلاثة أكو موضوع ثاني وهو يعني أنا أريد أقول لهم أنه خلي عجلون بالإسراع بترك البلد اليوم قبل باكر لأن عامل الوقت اللي يراهنون عليه أصبح مو بصالحهم. نعم. مو بصالح لأن العالم الشعب والثوار رسالتهم دزولهم رسالة واضحة. زين أخ أنور يعني أنا اللي أستغرب من عنده يعني اللي دا يحكي عن الفساد والمفسدين وعن مكافحة الفساد هو نفسه اللي هرب المليارات هو نفسه اللي استولى على عشرات العقارات والفدانات والأراضي وأملاك الدولة والشعب هو نفسه اللي دمر قدرات ومقدرات هذا الشعب هو نفسه اللي استولى على الخطوط الجوية العراقية وعلى العقود النفطية وعلى شركات الاتصالات وعلى شكو شي بالبلد هو استولى عليه وباعترافهم هم يقولون احنا سراق وهم يقولون احنا مرتشين وهم يقولون احنا اخذنا رشاوي وكثير من القضايا. حيدر العبادي رئيس وزراء وعنده قضية فساد لما كان وزير اتصالات ويحكي عن الفساد ووقع على هاي الوثيقة شلون عقل هاي القضية مو هي هنا هاي الشغلة المضحك المبكي. نعم. مضحك المبكي
يعني أنا ما شايف حرامي يحاسب حرام، إيه أنت وأنت حرامي ولص، يعني شلون تحاسب نفسك؟ فهو أنا دا أوصل هالرسالة إنه أنتوا هاي اللعبة بعد ما تمشي على الشعب والناس فتحت، بس اللي أنا أنصحهم به إنه الأمور دا تتجه للنقطة الحرجة، يعني بدأت بتمزيق الصور ودعس بالأقدام لكل الرموز السياسية والدينية. وراها يعني اتوقع راح تبدي مرحلة الانفجار. الانفجار يعني راح يوصلون لهم شخصيا. طيب طيب. وذاك الوقت بعد ما ينفع الندم. نعم شكرا شكرا لك اخ انور. ابو فاطمة من النجف حياك الله يا ابو فاطمة. الله بحييك اخي افلت. السلام هلا بيك. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة والاكرام. تفضل اخي. لك اخي الكريم ولكل الاخوة ولهذا القناة البطلة الشريفة. حياك الله. التي تبين الحقيقة للناس أجمعين. نعم. أبدأ أخي الكريم يعني بالنسبة لعلي المجهول الأب السستاني هذا. نعم. أخي ماذا يعمل في العراق؟ لماذا احنا أخي نريد هبة رجل واحد أن نحاصر جميع أماكن تواجد هؤلاء العملاء الذين يشتغلون لأمريكا ولإيران؟ هذا مو قابض 200 مليون من رامسفيلد لأحمد الصافي هذا كذلك إيراني، وعبد المهدي الكهرباء الكربلاهي أيضا إيراني. نحن نريد أن نحاصر هؤلاء، لا نريد أن نؤذي أحدا. نحاصر هؤلاء لماذا؟ لأن أخي هؤلاء هم نقطة الوصل بين إيران وبين جواسيسها. كذلك هنالك 20 قنصلية إيرانية في العراق لابد من محاصرتها. نحاصر كذلك مطار النجف ومطار بغداد. أخي لابد أن نتقدم في محاصرة هؤلاء كما هم محاصرين الأخوة في بغداد وفي الناصرية وفي البصرة. لابد من يعني نريد كذلك المحللين السياسيين الذين يخرجون عندكم أن يقدموا كذلك نصائح للمتظاهرين. نحن لابد أن نزيد الزخم على هؤلاء المجرمين. نريد أن نبين مثلا الآن اللي تبينوا هذا اسمه. انقطع الاتصال يا أبو فاطمة من النجف. شكرا شكرا جزيلا لك. يعني هي الصدق مثل ما قال ابو فاطمه وانور انه هذا المضحك المبكي. يعني اللي باق يحكي عن الاصلاح، اللي سرق فلوس الشعب بجيش جرار من الموظفين الفضائيين هذا يحكي عن مصلحه الشعب ومكافحه هذا الفساد اللي صار، اللي اسس للميليشيات وللمافيات وللخطف وعصابات القتل والدريلات وغيرها 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 يتحدثون عن مصلحه الوطن والمواطن، اللي سمموا الشعب بعقود كثيره من عقود وزاره التجاره، وعن طريق هاي العقود جتنا التمن الفاسد ومعجون الطماطه الفاسد والغذاء بي ايدز والحبوب الفاسده وكثير من الامور. يجي هسه يحكي عن الشعب ويقول انا اريد امن الشعب ومصلحه الشعب، اللي سرق عشرات مليارات الدولارات بعقود الوزارات الدفاع والداخليه وللامن الوطني وكثير من الوزارات والمؤسسات اللي موجوده بالعراق، هسه جاي يحكي لي عن امن العراق؟ يريد يحافظ على امن العراق؟ ما هو انت اللي خربته. شو استفاد العراق من عقود وزارة الدفاع أو عقود وزارة الداخلية؟ حلقة صوتكم اليوم مشاهدينا الكرام متواصلة لكن بها فاصل قصير ونرجع لكم. Thank you.
اجتمعوا الكتل السياسية ببغداد، تخيلوا أنه هاي الوثيقة اللي طلعوها وقعت عليها 12 كتلة وتحالف أنه راح يسكتون الشعب، لكن الجواب جاهم مو بس من بغداد، جاهم من ذي قار. هذا الفيديو اللي شفتوه، هذا المتظاهرين بذي قار، اجتماع الجادرية، لا يمثلنا، ارحل ارحل يا فاسد، بل كتيف تهموها. أبو ضحى من بغداد، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. احنا نشكرك استاذ أفل ونشكر القناة الكريمة على، لا شكر على واجب، نتيح لنا هاي الفرصة حتى نوصل صوتنا. تفضل. أجزاء فضلك، بالنسبة بداية للوثيقة، الوثيقة لا. هاي باطلة، هاي ما تمثل الشعب ولا لبت أي مطالب من مطالب الشعب، هاي بس لمصلحتهم الشخصية، زين، ومجرد كسب وقت، يكسبون وقت حتى يريدون ينهون على التظاهرات، هاي نقطة. نقطة ثانية أريد ينتبهون إلها الإخوان منظمي التظاهرات، اللي شو اسمه إنه يتوزعون على الجسور، أشوفه أنا من وجهة نظري إنه مو صالحهم. بس مصر ظلوا 16 يوم أو أكثر بالتظاهرات، بعدين لما تقربوا إلى بوابة القصر الرئاسي رأسا تناكلوا. احنا اريد يتمركزون ويتحولون الى الجهه الثانيه باذن الله. زين، يعني لو هم بقوا ذولاك بالكرف واحنا بالرصافه باقين، يعني ماكو اي شو اسمه اي تقدم. اريد ينتبهون لهاي النقطه شو اسمه الثانيه. نعم. وشويه من الاعلام، الاعلام هم شويه يعني مع احترامات، يعني هو مو فرض يجوز الاعلام شويه دا يسوي ترهيب للشعب، يعني اعتقله واغتيله وكذا وكذا، هي كلها هاي الوسائل الايرانيه معروفه للساحه العالميه والساحه العربيه والساحه العراقيه خاصه. نعم. زين شويه يعني القنوات المعاديه ما تجيب طاري المتظاهرين ويصير بهم من احداث وقتل وقنص وغيرها. ليش نعم. الاعلام اللي موالي الى التظاهرات يذكر الخطر والكذا ويصير ترويع مع الاسف يعني في صفوف المتظاهرين. الله يبارك فيك. شكرا يعني شكرا شكرا لك ابو ضحى. يعني هو هذا السؤال اللي نساله الى الشعب العراقي، انه هم جايين يحكون عن اصلاحات وعن مكافحه فساد وعن وطن وحمايه الوطن وحمايه المتظاهرين، بس المشكله شلون هم يحكون هذا الشيء؟ هم اللي خدروا الشعب العراقي بالكريستال وبالمخدرات بكثير من الامور اللي ما كان الشعب العراقي يعرفها. كان الشعب العراقي يفتخر انه نسبه تعاطي المخدرات بالعراق صفر، اما اليوم اصبح العراق مرتع للمخدرات نتيجه فساد هؤلاء. كان يفتخر العراق انه الاميه بي صفر، اما اليوم الاميه عبرت 40% من نسبه الشعب العراقي. 40% يعني احنا اذا عندنا 33 مليون نسمه، انت تحكي بحدود 12 مليون نسمة، 13 مليون نسمة، رقم مهول. عباس من واسط. يا حبيبي، هلا بيك، تفضل اخوي. الله يسلمك. كنا شارك. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخ عباس، تعال هوا. الله يسلمك، احييك واحيي القناه البطله. حياك الله، تفضل اخوي. الله يخليك. نعم. الله يوفقك. بس اريد اسال سؤال واحد. نعم. ويعني رساله لهاي الدوله. الله يخليك. نعم نعم. عن هل ينطحك هاي الفترة اللي انطاحها الدولة من 1970؟ نعم. يعني قبل وين كان؟ ليش هسه قام بدا ينطي؟ شنو الاصلاحات اللي سواهم؟ نعم. نعم.
يبدو انه انقطع الاتصال الى الاخ عباس من واسط، لكن هو سؤاله واضح انه يقول هسه نطوا فتره او مهله للدوله هي 45 يوم حسب الوثيقه لتقديم اصلاحات منشوده حسب ما قالوا الكتل السياسيه. يقول وقبل وين كان؟ يعني شنو اللي سواه هذا عبد المهدي ولا حيدر العبادي ولا نور المالكي ولا الجعفري ولا اياد علاوي ولا اي واحد ولا مجلس الحكم؟ شنو اللي سواه وشنو اللي قدموه للشعب العراقي؟ ما قدموا غير بس الدمار. يعني قدموا الطائفية، قدموا انقطاع المي ومي قام يوصل للشعب العراقي بالإسالة، يا يشعل نار يا خابط يا مسمم يا بحشرات يا بأمراض يا بأوبئة يا لا يصلح للاستخدام البشر يا مالح. زين قتل الثروة الحيوانية، الأسماك راحت، قتل للزراعة العراقية وآخرها ما حصل في مزارع الحنطة والشعير بعد ما أعلن العراق اكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير ومن الأسماك، قتل التمور العراقية، قتل كل شيء، دمار لكل شيء، دمار للبنية التحتية العراقية من 2003 إلى اليوم. لم تبنى مدرسة واحدة، ما بنوا لا مدرسة لا محطة مجاري، لا سووا صيانة إلى يعني شبكة الصرف الصحي تحت أي مدينة من مدن بغداد، كل شيء ماكو. عندنا اتصال عبد الصمد من كركوك، حياك الله، من محافظة التأميم. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ هلا بيك. إيش يعني هذا الفلوس اللي باقوها ولا خذوها، يعني هذه وين ودوها؟ وين ودوها؟ أيه. ألو؟ وياك. يعني هذا ايش قد باقوا فلوس، ايش قد اخذوا فلوس؟ يعني احنا هسه نريد نطالب حقنا، الشعب ما رضي، اخذوا كل شيء من عندنا. عبد الصمد حبيبي، انت يا مواليد؟ انا؟ ايه 2006. 2006 لك طول العمر ان شاء الله حبيبي. هلا. ايه شكرا. يعني عبد الصمد مواليد 2006، يعني هسه عمره 13 سنة، طفل في ريعان راح يدخل الشبوبية، بس سأل سؤال المفروض هسه الكتل السياسية كلها تصفن. يقول هاي الفلوس اللي باقوها وين ودوها؟ أنا أريد حقي. يعني هسه الطفل مواثق بكم وما يسمع كلمتكم. جاوبوا. أتمنى يطلع واحد من الكتل السياسية أو يطلع واحد عنده شجاعة ويرد على عبد الصمد ويجاوبه، يقول له إحنا بقناكم وأخذنا فلوسكم وأخذنا خيراتكم وبعنا موانئكم وبعنا مطارات العراق وبعنا كل شيء موجود على أرض العراق وبعنا كل المعادن والتربة والآثار وكل شيء موجود بالعراق وفلوسك بفلان مكان. أبو مالك من أمريكا، حياك الله. ألو. ألو أبو مالك. ألو سلام. ألو عليكم السلام. السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. شلون صحة سالفي؟ هلا بيك. إذا ممكن أثني على ما جاء به ابو فاطمه من النجف. نعم. هاي الشله التعبانه، الحكومه الفاسده، اذا ما يصير بها حصار كامل وتام وتنغلق كل المنشات والمطارات ما يصير لهم علاج، لانه هم ارتكبوا دم اكثر من ما تتوقع يا استاذ أثيل. نعم. يعني جبر سولار نسيتوا ايش قد برقبته دماء ابرياء بالدريلات. نعم. عادل عبد المهدي ماكو ميليشيات وهي كلها تابعه لوزاره الداخليه. تصرف الميليشيات هو بعلم الدوله. نعم. وبإعازة من الدوله. نعم
شكرا شكرا لك ابو مالك من امريكا. ابو مريم من الرمادي حياك الله. ابو مريم السلام عليكم اخوي شلونك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام حياك الله. اريد بس اريد ارد على الطفل اللي خابرك هسه اللي خابرك طفل المواليد 2006 عبد الصمد من كركوك. اي من كركوك يسألك يقول لك هاي الفلوس وين راحت؟ نعم هاي الفلوس اللي باقوها وطلعوها للخارج هل فتحوا بها معامل مصانع؟ لا. شغلوا بها الشباب؟ لا. اخي هذول عمي هذول جونا من 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 جميع الدول المسؤولين ذول بالعراق اخويا ما يفيدون هيك العراق. نعم. لان هذا العراق له تاريخ بس عتبي اخويا خلي يسمعوني الدول العربيه بس مع الاسف على الدول العربيه الكل ما وقف ويا الشعب العراقي الكل على الاطلاق مع الاسف عليهم مع كل الاسف الدول العربيه خلي يسمعوني اللي كان الجيش العراقي واقف مع الدول العربيه كلها بس مع الاسف على وعتبي على الشيوخ وينكم يا الشيوخ؟ وينكم يا الشيوخ اللي تحجون وتزنطون وكل فعل ما عندكم؟ ومع الاسف عليكم ايها العرب المي دا يجري من جو العرب من جو راس العرب وما يدرون ايران دا تلعب مثل ما سووا بالعراق راح يسوون بالدول العربيه وشكرا. شكرا لك على اتصالك هذا. اتحول الى برنامج الواتساب واشوف الرسائل اللي وصلتني على البرنامج. السلام عليكم تحياتي اني رسميه منهي حميدي ام ستار. احترامي لقناتكم واخوتي الثوار استمروا بثورتكم ضد الطبقه السياسيه العميله مع تحياتي. رساله اخرى من صباح شعوكه من امريكا يقول الى كادر الرافدين اشكركم على ما قمتم به من مسانده للمتظاهرين شرفاء الابطال. نحن بامريكا قلوبنا مع اخواننا الثوار حفظهم الله من شر جبناء ذيول ايران. الرحمه للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. رساله اخرى تقول تحياتي لاخوتي الثوار الاحرار حصرا احذروا من اتباع مقتدى الموجودين معكم حيث بداوا هذه الايام بركوب الموجه او محاوله ركوبها وتسييسها لصالحهم الذي يدعي الإصلاح أو لصالح صنمهم الذي يدعي الإصلاح وهو أكبر فاسد. تحياتي أنا أخوكم المنتفض عبد الأمير شنيع مزيد أبو زين العابدين من ذيقار قضاء الفهود. رسالة أخرى من نازح من سليمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العدالة بالحكم على القتل الشعب العراقي كل من قيس الخزعلي وهادي العامري نور المالكي. رسالة أخرى تقول من أمريكا أنا عماد فيصل تحية لقناة الرافدين الوطنية تحية لشهداء تشرين صبرا يا عراق الرافدين صبرا فغدا ستشرق الشمس مهما تمادى الطغاة في نهش جسدك بهمة شبابه الغيارة ونصرا من الله وفتحا قريب. رسالة من النمسا من إيمان النشمي السلام عليكم وشكرا لقناتكم اليوم عندي شعار لا يهمني البرد في ساحات الاعتصام أريد بلدي يدفيني ونظام ربي يستر على شبابنا ويدوسون على رؤوس هذول المستوردين الأنذال كل قوانينهم ما مشروعة لأنهم حكومة غير شرعية وهم عصابة. لهفة من ألمانيا يقول السلام عليكم أشكر قناتكم الموقرة والعاملين جميعا وحضرتك أريد أقول للشعب بكل المناطق أرجوكم طلعوا ويا أخوانكم المتظاهرين لا تخلوهم موحدهم دم الشهداء برقبتكم أنتهم وإذا هذا الطلب لكل شريف ويثبت ولاء للعراق لا تخافون هذولا مو حكومة معترف بها بعد هذول الفاسدين سقطوا وانتهوا. رسالة يقول أني باسم صعيب مشاي ثائر تحية لكم أخ ولقناة الرافدين الكريمة المنبر الشريف أدعو الشعب العراقي إلى الخروج جميعا هذه أيام مباركة وجهاد عظيم ضد أفسد خلق الله ولا يغركم فلان وفلان ممن جربتوه سابقا واسمعوا مني أنا ابنكم. رسالة أخرى يقول السلام عليكم بالنسبة لمؤامرة حكيم وباقي العصابة المفروض بلعمران يرجع أملاك الناس بعمار أن يرجع أملاك الناس اللي اغتصبها بقوة السلاح وبعدين يلغي بالإصلاحات. السلام عليكم. اولا ماكم هلا 45 يوم الثوار قافلين عليكم يعني شلع قلع ماكو احساس يعني الا تنسحلون بالشوارع.
رسالة ثانية يقول مساء الخير، احنا مجموعة موظفين كملنا كليات دراسة مسائي، بعدها تخرجنا وتحملنا العناء ودوائرنا لا تحتسب الشهادة لنا لتعديل رواتبنا، حسبنا على هذه الحكومة تهتم بالبرلمانيين اللي ما يشيلون ما يحملون ولا شهادة وجوي بالمحاصصة وما يهتمون بينا. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، هذه رسالة إلى السيستاني، هل من مجيب؟ السلام عليكم، كيف حالك أخي؟ هذول كانوا مشردين ونصهم عملاء وهسه صاروا عصابة يحكمون بالعراق، بس نقولهم الثورة مستمرة وراح نزيحكم من الحكم، أنتم فاشلين. نوار من هولندا. رسالة أخرى يقول كافي حكام العراق، مش بعتوا كافي، ارحلوا، ذليتونا، أنا من العراق من أربيل، قلبي معاكم. رسالة أخرى تقول أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم أستاذ وعلى عاملين ومشاهدي قناة الرافدين العراقية، أختصر الكلام وأقول كل العملية السياسية بالعراق والحكومة وأهل العمايم والأفندية وغيرهم الموجودين بالخضراء عملاء وجواسيس للغرب والشرق وإسرائيل، وحبهم على طاحونة عند العراقي على يد الشعب العراقي، والوقت كفيل بأمرهم، والسلام عليكم ورحمة الله. يقصد المثل حبهم على الطاحونة. السلام عليكم، بس أنتم اللي طلعون هاي الأخبار الحقيقية والباقي كلهم تخاف، كل قناة تابعة الحزب لو الجهة خاصة. تحياتي أني سجاد ثائر، احنا نريد وطن عمي، مسألة وطن. تحية لك أخي أفل، المجد لثورة تشرين، ثورة حق المبادئ والقيم، ها هي تتحقق أهدافها الثابتة بإسقوط رموز العملية السياسية، العملاء ذيول الشر أو النصر، المؤزر القادم للعراق اقترب موعده، وأن موعده الصبح ليس الصبح بقريب، ها هي ثورة بركان تثور شرارتها في وجه الفاسدين القتلة. السلام عليكم، آني صباح من ألمانيا، أحيي ثوار العراق. باقر الزيدي يقول أني أثناء عملي في مجلس النواب في عام 2004، هو العام الذي أتى بعد سقوط النظام، أنه المجلس اللي يضم أكثر من 134 نائب ما داوم منهم سوى 2 أو 3 والباقي يتمتعون بالنوم في العسل. أتمنى من رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويشكل حكومة طوارئ وإخراج البلاد من أزمة الحالية، وفتح تحقيق مباشر مع جميع رموز الحكومة الحالية بزعامة الملا عادل عبد المهدي وزمرته الفاسدة، ليس والدم العراقي ليس رخيص، الدم العراقي ليس رخيص. شكرا يوسف بركة. أنا علي الشرفات من الأردن، معقول العراق بالخير وصلت بالمواصيل لهاي الدرجة من الفقر؟ اسحلوهم بالحاويات للفاسدين. وآخر رسالة أم علي من ألمانيا تقول والله تعبنا من الغربة، أريد وطن كافي من الحثالات، والله فرحتنا الثورة والشباب الشجعان، هذا هو شعبنا بأطيافة، وتنكسر إيد كل واحد تنمد على الورود، هذا شعبنا وبأخلاق العالية تاج على الرأس، أما هاي الزمرة خربوا الدين باسمه، سرقة وبلدنا كافي ما نريدهم. حلقة اليوم برنامج صوتكم انتهت مشاهدينا الكرام. قناعات أو أقنعة الكتل السياسية تكشفت بالاجتماع الأخير، لكن هاي السيناريوهات راح تمر على الشعب العراقي لو لا؟ الجواب بديهم بساحات التحرير. نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.